مثل ما وعدناكم كل جمعة وكل نهار ثلاثة رح يكونوا معنا شركات الخلوي بلبنان ليعطونا لمحة عن الأسئلة اللي حضرتكم رح تطرحوا علينا والمشاكل اللي عم بتصير. أكيد في ناس ما بيكون عندها إلمام كافي بالموضوع أو في مشاكل تقنية أو في مشاكل تانية ممكن نطرحها. اليوم رح يطلع علينا ولأول مرة من شركة تاتش المهندس خضر محمد اللي هو مدير دعم شبكة تاتش القسم التقني. استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير استاذ عبدو لك ولكل المشاهدين. شكرا على حضوركم معنا كل اسبوع مره حتى هيك نتواصل مع الناس ونوضح كل الامور اللي عم بتصير. بدايه نحن بدنا نشكركم كمان لحتى نحن كمان نحن بدنا نشكركم انكم عم تهتموا وتتابعوا مشاكل الناس. أكيد هيدي واجباتنا. أستاذ محمد اليوم بس رح نكتفي بعرض بانتظار توصلنا الأسئلة من الناس. رح نسأل وين مراكز تاتش بلبنان؟ إذا واحد عنده مشكلة إحنا ما يجي على بيروت المركز الرئيسي وين في يستفيد من هذه الخدمات وشو بتقدم هذه المكاتب؟ نعم 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 نحن طبعا مراكزنا منتشرة على جميع الأراضي اللبنانية. في عنا 12 مركز تابعين مباشرة للشركة. نعم. هن كسيرفيس سنتر للشركة. اي حدا من المشتركين عندنا بلبنان عنده اي مشكله بيقدر يتوجه لهالمراكز ويخدموه باي مشكله هو عم بيواجهها. يعني عندنا اكيد بالمركز الرئيسي هو عم يكون ببيروت وعندنا المراكز الباقيه يعني عندك منتشره من اقصى الشرق لاقصى الجنوب لحتى البقاع. في عندك بالمدن الرئيسية يعني مثل طرابلس، جبال، جونية، صور، صيدا، بعلبك، زحلة، كل المناطق اللبنانية نحن مغطيينها بشكل كامل. نعم. طيب قلت لي انه هالمراكز بتقدم كل شيء، يعني اذا واحد بده مطلوب منه يغير السم يعني الكارت تبع التليفون فيه يغيروه؟ اكيد اكيد يعني هو من ببلش من انه يشتري خط يغير السيم كارد تاعه. اي مشكله اي خدمه بده اياها هي موجوده كمان او اي مشكله عم تواجهه بيقدر يتوجه لهالمراكز وبيخدموه اكيد بالسرعه المطلوبه. نعم. اذا بكل مراكز تاتش على الاراضي اللبنانيه كانه موجودين بالمركز الرئيسي ببيروت هي ذاتها. صحيح صحيح 100% نفس الخدمات كانه موجودين بالمركز الرئيسي ببيروت. ومن اي ساعه لاي ساعه؟ نحن عندنا على طول من 8:30 هلا للساعه 3:30 والسبت للساعه 12:30. وطبعا اذا في عنده اي مشكله في يتصل بمندوبينا عبر خدمه الشات الموجوده على تطبيق تاتش او بيفوت على الموقع الالكتروني. يعني 24 على 24 نحن جاهزين لخدمه مشتركينا. حلو. tash.com.lb ممكن تعيد العنوان اذا بتريد؟ طبعا www.touch.com.lb لكن www.touch.com.lb هو العنوان اللي ممكن تتواصلوا فيه مع الشركه مباشره او عبر تطبيق تاتش على التليفون الخلوي. يعني اذا منزل تطبيق تاتش بيقدر يفوت وياخذ يسال اي شيء لمندوبينا ويخدموه بالسرعه المطلوبه 24 على 24 هذه. نعم خلينا نقول انه هيدي الخدمه الموجوده على التليفون خدمه تاتش على تليفونات الخلوي في يعرف قديش صار صارف في يعرف قديه فاتورته. اكيد 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 امتى كل يعني اي شيء بده اياه قديه معه برصيده قديه صار صارف امتى لازم يشرج هالامور هيك ليتها. نعم وطبعا يعمل اكتيفيشن دي اكتيفيشن يعني لاي خدمه بده اياها. نعم وفي كل هذا موجود بالتفصيل على الموقع الالكتروني اللي ذكرناه سابقا. نعم اذا حدا عنده اي سؤال للاسبوع المقبل نهار الجمعه للمهندس محمد خضر من مدير دعم شبكه تاتش القسم التقني يتفضل يسالنا اياه عبر الواتساب حتى نحاوله تيكون عندنا جواب الاسبوع المقبل عن اي شيء هو بحاجه له من شركه تاتش. نحن بدنا نشكرك استاذ محمد. شكرا شكرا لكم وبرجع بشكرك استاذ عبدو لان عم تتابعوا هالامور كلياتها وتابعوا المشاكل الممكن اي مشترك باي قطاع هو يتعرض له.
شكرا لك بأول إطلالة، وإلى الملتقى الأسبوع المقبل. يعطيكم العافية كل العاملين بشركة تاتش في لبنان.